السلام عليكم أعزائي المتابعين، يا رب تكونون بخير وعافية. وصفتنا لليوم سهلة وبسيطة وسريعة التحضير، معكرونة بزيت الزيتون والأعشاب، صحية تنفع عشاء خفيف أو وجبة سريعة. خليكم وياي وخلي نشوف شلون راح نسويها. بس قبل ما نبدي، إذا أنتم جديدين على القناة يا ريت لو تشتركون وتفعلون جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد. أول شي راح نخلي ملح بالمي المغلي حتى نسلق المعكرونة. أنا عندي هنا كيس كامل معكرونية 400 غرام، كلية استعملته. لما تستوي بعد تقريبا 10 دقائق أرفعها من النار، بس ما أتخلص من المي لأن راح أستعمل جزء منه بعدين. بطاوة على نار متوسطة راح أخلي كمية من الزيت زيتون، يعني تقريبا ربع كوب من يحمل زيت الزيتون. عندي هنا مقطعة تقريبا قطعتين من صدر الدجاج، قطعته مثل ما تشوفون شرائح خفيفة. أنزلها بالزيت، ونبقى نقلبها إلى أن تقريبا تستوي. راح أكترها على صفحة بالطاوة مثل ما تشوفون، وراح انزل عندي سن ثوم مهروس، انزله بزيت الزيتون وشوية احمسه. بعدين احمس الثوم شوية بحده، بعدين ابدي أخبطه مع الدجاج بهذا الشكل. هسه راح أنزل الأعشاب المجففة. عندي البيزل المجفف اللي هو الريحان المجفف، راح أستعمل تقريبا 2 كوب. أقلبه شوية بالزيت تبدي تطلع ريحته كلش طيبة. هاي الملعقة الثانية، وملعقة كوب أوريغانو، أيضا نقلبها بالزيت. طبعا الروائح بدأت تطلع كلش طيبة. طعم هذه الباستا تشبه طعم باستا الباستو، لكن بدون استعمال الباستو صوص. الآن راح أضيف المعكرونية مثل ما تشوفون. الآن دا أطلعها من المي، ما صفيتها من المي لأن بالأخير راح أضيف شوية من مي الباستا على المعكرونية. أقلبها بشكل جيد، أتأكد كل الأعشاب توزعت بشكل صحيح وزيت الزيتون كلي تتوزع على الباستا. خليلها رشة ملح ورشة فلفل أسود. هسه راح اضيف تقريبا 1/4 كوب من مي الباستا حتى يساعد انه الاعشاب يعني تنطي النكهة مالتها وتتجانس كليتها ويا الباستا. واخر شي عصرة ليمون، طبعا مقدار الليمون والملح حسب الذوق، تقدرون يعني تذوقوها وتضيفون الكمية حسب رغبتكم. طعمها فريش ولذيذ وخفيفة خاصة بأيام الصيف. وهذا طبقنا لليوم صار جاهز. اللي يحب يبرش عليها جبن بالطبق عند التقديم أيضا ممكن تضيفون عليها جبن. وبالنسبة للنباتيين تقدرون تستبدلون الدجاج بالفطر. هذا طبقنا لليوم، وصفة سهلة وبسيطة. أتمنى أن تكون عجبتكم، يا ريت تجربوها وتكتبوا لي تعليق. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسون الضغط على زر الإعجاب، وإذا أنتم جديدين على القناة يا ريت لو تشتركون وتفعلون جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد. وأشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم بحلقة جديدة ووصفة جديدة.